وصلت إلى مطار المدينة المنورة رحلة أسر شهداء الشرطة، حيث كان في استقبالهم رئيس بعثة الحج الرسمية. يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الداخلية بأسر الشهداء وحرصها على تقديم كافة أوجه الرعاية المتكاملة لهم، ومن بينها حج بيت الله الحرام. وسط مشاعر إيمانية صادقة تملأها الفرحة بأداء مناسك الحج، غادر عدد من أسر شهداء الشرطة مطار القاهرة في طريقهم للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج في إطار منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها وزارة الداخلية لهم. وكان في وداعهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، ويعد تكريم هذه الأسر بتمكينهم من أداء الحج أسمى معاني التكريم الذي يعكس عظمة تضحيات الشهداء. ربنا كرمني بالحجة ديت بعد ما الدنيا رايقت وكنت في العمرة في شعبان آخر شعبان، وكرمني بالحجة على طول بعدها، فده كرم وفضل كبير جدا من ربنا الحمد لله عشان ابن عبد الرحمن، ربنا كرمني عشانه والله الحمد لله. إحساس جميل إن يبقى في مسؤولية أو في حاجة تجاه أسر الشهداء بحاجة زي دي، فدي حاجة تدينا الفخر أصلا تجاه بلدنا أكتر. وصلت أسر الشهداء إلى المدينة المنورة، حيث تسابق ضباط بعثة حج القرى على إنهاء إجراءاتهم بالتنسيق مع الجانب السعودي، واستقبلهم رئيس بعثة الحج المصرية بحفاوة وترحاب كبيرين، تقديرا للتضحيات التي سطرها أبناؤهم بدمائهم من أجل استقرار الوطن. مع وصول أسر الشهداء إلى فنادق إقامتهم بالمدينة المنورة، كانت الوجوه فرحة ومستبشرة بحفاوة الاستقبال والتقدير الكبير من الجميع وتسابقهم على خدمتهم. فهنا يوجد ضباط لخدمتهم وتقديم الرعاية لهم حتى يتمكنوا من الاستمتاع بجوار رسول الله وأداء المناسك في سهولة ويسر. نحن في اشتياق حقيقة للبعثة ولخدمة الحجاج بعد انقطاع سنتين موسمين، فإن شاء الله بإذن الله نتمنى أن نكون عند حسن الظن، وسوف يجدون جميع الخدمات، سوف نبذل كل الجهد في إرضاء الحاج ونذلل له جميع الخدمات. هم بصراحة بيبذلوا أقصى ما في جهدهم، الفنادق جميلة جدا قدام الحرم يعتبر، هم مهتمين بينا قوي قوي بصراحة، ما بيسيبوناش في أي وقت، هم معنا في أي وقت وفي أي حاجة، ما بنلحقش بصراحة نطلب حاجة لما بتبقى عندنا ومعنا بأمانة. يعني أنا بصراحة بقدم ليهم تحية شكر وتقدير على كل مجهود بذلوه النهاردة، في إن هم قد إيه يوصلوا للمرحلة الجميلة ديت، إن إحنا هم يفرحونا ويقدموا لنا خدمات جميلة جدا وتعب ما فوق الوصف، يعني ما نقدرش ان احنا نوصفه. يعني هنيه لكم وبالي. كل هذه الاسر تؤكد ان ابناءهم مبعث فخر لهم، فهم محاطون بالتكريم في كل مكان بسبب تضحيات ابنائهم التي ادت الى ما ينعم به الوطن من امن واستقرار وانطلاق نحو النهضه والبناء، واعربوا عن شكرهم لرعايه وزاره الداخليه لهم واهتمام الدوله بهم. حسيت قد ايه ان الدوله او الشرطه بيساندوا اسر الشهداء وبيقفوا جنبهم، وعلى قد ما بيقدروا بيعينوهم على المسؤوليه وعلى ان هم يخرجوهم من الازمه اللي احنا فيها. يعني الحمد لله هديه والحج اسعدني وادخل البهجه عليا وعلى اولادي، وان احنا ان سياده الرئيس مهتم بينا وبيهتم ان هو يدخل البهجه علينا. يعني الفرحه النهارده ما شايلناش، والله ما سيعانا الفرحه النهارده ابدا. نحمد الله ونشكر فضل ربنا كرمنا بحاجه كبيره. ابننا ادانا هديه مش كنا نحلم بيها، واحنا مبسوطين والله، احنا مش زعلانين، مبسوطين اللي بنشكر رئيسنا عبد الفتاح السيسي. الحج هو هدية إيمانية قدمتها وزارة الداخلية لأسر شهداء الشرطة تقديرا لهؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل هذا الوطن. الكل يتسابق هنا على رعايتهم وتقديم الدعم لهم للتيسير عليهم في أداء المناسك، وأيضا الاستمتاع بالصلاة في مسجد رسول الله.
من المدينة المنورة، عبد الله بركات، التلفزيون المصري.